هلو يا بنات and welcome back to my channel. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا النيل ارت ده. انا كنت حطيت صورة لي على الانستجرام، هو واحد تاني، وانتوا اخترتوا ان اعمل ده، فيلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنحتاج الانبوبة اللي بنرسم بيها، شفتوها قبل كده في كذا فيديو قلت لكم بتتباع فين، بيكون سنها رفيع علشان الرسم ومن جوه فيه فرشة. وهنحتاج دبوس بتاع اي حجاب عادي خالص، بس يكون ليه راس اللي هي النولي او الكورة، وخلت سنين ومانيكير شفاف. اول حاجة هنحط طبقة مانيكير شفاف على الضوافر علشان تحميها من الالوان اللي هنحطها. هنحط اللون الابيض اللي هو هيبقى الباك جراوند اللي هنرسم عليه، وهحط طبقتين. دلوقتي هعمل الصوابع المنقطة وهوريكم طريقتين. اول طريقة انكم هتاخدوا الدبوس وهتحطوا نقطة من المانيكير اللي هو الاسود او اي لون تختاروه على ورقة، وهتاخدوا بالراس وتحطوا. لو عايزين النقطة تبقى كبيرة هتقلوا الضغطة بتاعتكم شوية، لو عايزينها تبقى خفيفة بالراحة من بعيد لبعيد هتحطوا. الطريقة الثانية هي بالسن بتاع القلم الانبوبة اللي فيه اوريدي مانيكير. دلوقتي هنبدأ في الوردة، وهناخد الفرشة العادية بتاعت المانيكير وهنبدأ نعمل نقطة كبيرة بس مش منظمة. عادي لو باظت منكم المفروض ان هي تبقى شكلها مش مرتب علشان يدينا شكل الوردة، هتشوفوا دلوقتي ازاي. لو حسيتوا ان السبوت الحمراء كبرت منكم او بقى شكلها مش مدور قوي، ممكن ترجعوا عادي باللون الاحمر تظبطوها. دلوقتي هحط نقطة خضراء وبالخلة هبدأ ارسم ورق الشجر عبارة عن مثلث صغير جنب النقط الحمراء. دلوقتي هاخد اللون الاسود والخلة وهبدأ اعمل حروف سي في كل الاتجاهات، خش بعض او فوق وتحت علشان تديني حواف ورق الورد. او ممكن تعملوه برضو بالانبوبة اللي فيها سن. هنسيبه ينشف كويس قوي، واخر خطوة ان احنا هندهن اخر طبقة شفافة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عملتوا النيل ارت ديت ما تنسوش توريها لنا على هاشتاج نوجلين. ما تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستغرام وتويتر ولايك على الفيسبوك. لو عايزيني اعمل اي فيديو سيبوا لي كومنت تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.